ياسي. فريق أمل حفوظ استغل وجوده على أرضية ميدان وسجل معناها زوز أهداف وفاز بمقابلة لازم يفوز فيها. تقريب معناها قاعد يقدم أمل حفوظ في مردود كبير برشا في بداية الموسم هذا ومراها جدي على الصعود للرابطة الثالثة مستوى أول. وبالي بالنسبة لحتى نجم الوسلات هي زادة قاعد يقدم في مردود باهي، لكن هذه مقابلة لازم يكون فيها فايز. الكرة اليوم والحظ والمردود اللي يقدمه أمل حفوظ شفعله باش يحقق الانتصار بتاعه وياخذ 3 نقاط ينفرد بهم بصدارة الترتيب. بالنسبة لمقابلة اسمه النجم العلي وأمل شربان، نجم العلي فاز واحد بلاش، فاز واحد بلاش، قاعد يعمل زادة على معظم التشكيل الشبان بتاعه. ديجا لها سجل هدف لاعب شاب الفجيري. ايوب الفجيري لاعب شاب، وكانت حتى فرحته كانت فرحه هستيريه بتواجد الوالد بتاعه على يعني ارضيه الميدان. وهذا بهم 3 نقاط اللي نجم الاعلى اللي قعد في وسط الترتيب حسب امكانيات نتاعو النجم الاعلى، لكن لو تتوفر له الامكانيات اللازمه وقادر النجم الاعلى باش يمشي لبعيد اكيد حسب الامكانيات المتوفره. وسط الترتيب حاجه ترضي نجم الاعلى، واذا كان جات حاجه مخير اكيد مش يرفضوها فريق نجم الاعلى. تقعد مقابله الاخيره على مستوى جهه القروان هي مقابله ملعب القيرواني والشراردة، هي وهي مقابلة في نطاق البطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم اللي نعرفوا معناها الصدارة فيها الأمل بوحجلة اللي اليوم يرتاح لا لشيء لأنه لعب مقابلة كأس البارح ضد تقدم سقيط الدير وعنده مقابلة متأخرة. مقابلة كما قلنا معناها تقريبا ما فيهاش رهان كبير في زوز فرق ملعب القيرواني والشراردة، زوز فرق ما كانتش نتائجهم كما يلزم تقريبا الزوز في المراتب الأخيرة. مقابلة يعني حسب رأيي شكلية أكثر منها حاجة أخرى. بيهبش نعطيك الترتيب سي شكري الوقت باعتبار فما دفعة تلعبت البارح وفما دفعة أخيرة تلعب اليوم. بالنسبة للرابط الهوات المستوى الثاني المجموعة الثالثة، أمل حفوظ في المركز الأول مؤقتا 18 نقطة، المركز الثاني مشعل السويسي 17 نقطة وتنقص مباراة، حتى حفوظ تنقص مباراة أكيد 8 لعبوا 8 جولات. المركز الثالث نجم الوسليتي 16 نقطة لعب 9 مقابلات، المركز الرابع تيل الرياضي 15 نقطة وتنقص مباراة، المركز الخامس النادي الأهلي الصفاقسي 15 نقطة وقاعد يلعب توا في مباراة نتاعو، المركز السادس قرقنا الرياضية 14 نقطة وتنقص زوز مقابلات، المركز السابع اتحاد الشبيكة ممثل القيروان 12 نقطة وتنقص مباراة، المركز الثامن اتحاد الرياضي الكرتاجاني 11 نقطة وتنقص 3 مقابلات، المركز التاسع النجم العلوي 9 نقاط وكان لعب كل المقابلات، المركز العاشر للسودة الرياضية من سيدي بوزيد 8 نقاط وتنقص مباراة، مركز 11 شبيبة ماجل بالعباس 7 نقاط تنقص زوز مقابلات. المراكز الثلاثة الأخيرة اللي ينزلوا للبطولة الهوات اليوم نصر الله الرياضي 6 نقاط وتنقص مباراة، مركز 13 أمل الرياضي بشربين زوز نقاط ولعب كل مقابلاته، والمركز الأخير اتحاد الرياضي بالمطوية بنقطة وتنقص 4 مقابلات. ينزل واحد برك، ينزل فريق بركة من الرابطة الثالثة مستوى ثاني، وباعتبار لهنا أنه من مركز 12 و13 و14 حاطينهم يعني بالإشارة الحمراء، وفما تقريبا سي شكر ما فهمناش فما فرق لعب 9 مقابلات، فما فرق تنقص 4 مقابلات و3 مقابلات، فما الفرق اللي ما لعبتش اللي تلعب في كأس تونس يعني هي مش عملوا قاعد تلعب مباريات كأس تونس، وبالتوازي مع ذلك الفرق المترشحة من الرابطة الثالثة مستوى ثاني معناها تأجلت مقابلاتها، يعني اللي يلعب في كأس تونس مثلا تأجل مقابلات نتاعو المقابلة نتاعو. هذاك علاش تلقى مقابلات مؤجلة، وفما فرق أخرى كما اتحاد القرطاجاني مقابل 3 مقابلات مؤجلة، فما عوامل أخرى معناها الظروف نتاع مناخية
منعت معناها غير اتحاد قرطاجين باش يلعب مقابله ولا عنده ظروف اخرى. واضح. باش نحكيو تو على متابعه لاخبار لاعبين بالخارج وتعلق كبير في مختلف الدوريات الاوروبيه والعربيه. باش نحكي على اللاعبين نتاعنا وانتم باش نخليكم التعليق بالنسبه لكم انتم ولكم الحريه. باش نرجعوا لمقابلات تغلب الاهلي المصري على غريمه التقليدي الزمالك ضمن ديربي القاهره في الجوله 14 من البطوله المصريه بثلاث اهداف لصفر. حامل التوقيع كل من محمود كهربا ومحمد الشريف في زوز مناسبات وساهم علي معلول في فوز فريقه بمنحه تمريره حاسمه لمحمد شريف في الهدف الثالث في الدقيقه 90+1. كذلك اللاعب محمد الضاوي المنتدب الجديد البارح كان على بنك البدلاء ما شاركش في اللقاء وشارك كل من سيف الدين الجزيري وحمزه المثلوثي مع الزمالك في هذا اللقاء. كذلك حقق نادي كولن الفوز عريض على ضيف فيردر بريمن بسباعيه لهدف واحد ضمن جوله 16 من بطوله الدوري الالماني البوندسليغا. وكان سجل لاعبنا الدولي التونسي الياس الصخيري ثنائيه وقدم تمريره حاسمه في هذه المباراه مشاركا بذلك في انتصار فريقه الكبير. وكان جاء هدف الصخيري في دقيقتين 30 و54. يشار انه كولن يحتل مركز العاشر برصيد 20 نقطة. هذوما زوز معلومات بالنسبة للاعبين في البطولة يعني العربية الأهلي المصري وفي البوندسليغا الألمانية. مع خبر آخر إن شاء الله باش تعلقوا عليه بعد شوية، الاتفاق السعودي أعلن على أنه مهاجم الدولي التونسي نعيم السليتي باش يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 8 و10 أسابيع بعد أن خضع اللاعب لتدخل جراحي بسيط تمثل إصابة السليتي في صدع على مستوى وتر العضلة الضامة بعد فحوصات معمقة خضع لها في مراكز صحية بفرنسا وألمانيا والإمارات وفق ما أعلن عليه نادي الاتفاق السعودي. بالتالي فانو السليتي باش يغيب عن تربص المنتخب الوطني في شهر مارس ومباراتي ليبيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا والكوت ديفوار. به نبدا بك انت يا سريضاء، انا هو الموضوع اللي تحب تعلق عليه يعني اصابه اللاعب الاتفاق السعودي او نحكيه على الياس الصخيري ولا تحكي على الاهلي المصري والزمالك. كانت البارح ديربي كبير برشا بين ديربي مصري بين الاهلي والزمالك، كان تقريبا فما 80,000 متفرج في الميدان، سيطره كليه تقريبا سيطره ميدانيه لفريق الاهلي وانتهت النتيجه بثلاثيه نظيفه. شفنا علي معلول كالعاده كان يعني على الجهة اليسرى متميز يعني دفاعيا وهجوميا وساهم في الهدف الثالث. يعني تقريبا نقطة قوة الأهلي المصري هي الجهة اليسرى وين موجود نبيل معلول وين موجود علي معلول. دونك نقولوا نحن الضاوي مظهرش لأنه كان على بنك البدلاء تقريبا معناها في المقابل الجزيري كان مظهرش مع الزمالك في نفس المقابلة كان تقريبا غايب شوية لأن السيطرة كانت تقريبا كلية للأهلي المصري. هذا بالنسبة لدونك معلول كالعادة يعني متميز وجاهز على مستوى الأداء وعلى مستوى النجاعة الهجومية دفاعا وهجوما. ودونك الجزيري كان غائب على مستوى التسليم مع الزمالك. الضاوي إن شاء الله يظهر في الجولات القادمة ودونك ويشرفنا كما قعد يعني المردود اللي كان يقدم فيه نبيل في علي معلول. دونك هذا بالنسبة للأهلي والزمالك مقابلة. بالنسبة للصخيري صخيري إلياس من أفضل اللاعبين في البوندسليغا معناها مع نادي كولر كالعادة يعني وسط ميدان لاعب عارف اش يعمل يعني دفاعا وهجوما يحسن الربط متمكن يشد قائد فريق نتاع كولن في سجل زوز اهداف وزاده يعني عطى تمريره اسيست معناه الهدف. دونك لهنا تقريبا شفنا حتى في كاس العالم الصخيري اللي هو معناها اللاعب جاهز مع لاعب معناها جاهز ديما قدم في مردود متميز ناجح على مستوى الأداء لاعب محترف ما بطبيعة ما معنا كان مش يخرج بارمون بعد كأس العالم ظهر لي يمكن مش تلقى معرض مغري ظهر لي من فرق الإيطالية
وكان على قابقة وسن بالخروج. جات عروض ما فما شروط كانت بالنسبة للفريق اللي قال إن هو اللي شرط يعني المبلغ حط يعني سقف معين بالنسبة للخروج نتاعه وذاك عليه المفاوضات ما زالت متواصلة مع أكثر من نادي يرغب فيه معنا في إسبانيا وفي إيطاليا. سي عبد المجيد بالنسبه لي حبيت انا مشاني مع رضا بخصوص بتبعت تعرف الدربيات تربيات راهي نتاع مصر اي مصر بتبعت الحال كوره وجو. انا من البارح وانا نتبع في الباج اوفيسيال نتاع الاهلي المصري الحقيقه فرحه هستيريه فرحه هستيريه واجواء معناتها خياليه في سواء كان في الملعب ولا البرة يعني الحقيقة عطات رونق وبالحق الدربيات كما هكا وثلاثة شفنا ثلاثة بونتو ومعناتها مردود معناتها ممتاز الأهلي المصري أكد به معناتها الصدارة نتاعو يبدوني دونك معناتها ديما الأهلي المصري وفي ونتصور معناتها السنة زادة معناتها الأهلي المصري يبقى ديما من الفرق الكبيرة الرقية سواء كان في مصر ولا في إفريقيا بصفة عامة وفي مصر يمر تقريبا فترة انتعاش كبيرة هذيك علاش خلتهم معناتها ديما حاضر في مثل هذه المواجهات وكان دربي بالحق كان معناتها اوفى بوعوده بكل سواء مردود ولا حتى بنتيجة ثلاثة بونتو في دربي رايها ماهيش فصيل باش في اي فريق يسجلها معه. سي شكري اكيد الملاعبيه نتاعنا قاعده تتالق سواء في الاهلي المصري او في الزمالك او في فرق اخرى كيما البارح 3 اهداف مقابل 0 تقريبا 5 ملاعبيه توينسه شاركوا في الديربي هذا فيهم اللي شاركوا فيهم على بنك البدلاء. انا كنت شاهدت خاصه الشوط الاول ونهايه الشوط الثاني تقريبا الشوط الاول كانت المقابله مترادعه بين زوج فرق معناها زوج فرق دارسين بعضهم مليح ثم ترشحت الكفة في الشوط الثاني قريب مع التغييرات اللي عملها مدرب الأهلي المصري كولر معناها خليت الفريق الأهلي المصري يسيطر المقابلة ويجسم سيطرته بثلاثة أهداف تقريب كانت ثلاثة أهداف من مستوى عالي على مستوى العمل متاعهم. يعني الحاجة اللي أبهرتني هي الجمهور اللي كان موجود تقريب ولينا نتمناه احنا في ديربي كانش نتفرجوا زوز في رقم تاع الجماهير تاع زوز في رقم تاعنا وقت اللي فريق ما انا مصر بحدينا يعني ترى نتفرج البارح 80000 نتفرجوا ترى قبل بنهارين تقريب مقابله في الرياض فيها 70000 متفرج نقول وين احنا من هومه معناها تقريب ولينا احنا بالجماهير نتاع الفرق المحليه والمشاكل 30% طاقه الاستيعاب اي طاقه الاستيعاب والجماهير الفرق المحليه وساعه ساعه يقول لك ليه كان اللي عندهم الاشتراكات فهمني دخول اصحاب الاشتراكات هذا معناها شيء كل ما نشوف انا مقابلات بالمستوى هذا ولا نشوف ديربي نتاع المغرب بين الرجاء ووداد بالحقيقه نمرض على كورتنا في تونس وعلى جونا وعلى كيفاش كانت معناها فيستيفال يعني كي ترى فيستيفال معناها في الرياض وترى فيستيفال البارح بين الرياض بين الاهلي والزمالك وتقول وين احنا منهم هما حتى بلا جمهور كوتش حتى بلا جمهور مش 30% هنا وما تتعداش المقابله سلامات لابد تصير مشاكل مهما كانت الظروف لابد الفوضى تعودنا على الفوضى ولينا في حياتنا اليوميه الفوضى في كل شيء حتى مقابله بلا جمهور تشوف الملاعبيه عنف مسؤولين ولا تهاجم على الحكم تشوف معناها امور ما حتى النقل التلفزي قناه مصريه اونتايم تعدي في الماتش ما تفهمني توا يعني وين احنا اسيدي ابسط الاشياء النقل التلفزي معناها احنا الدربيات ما توا دربي الترجي والفريق هاوجي وتعدى ولا تعدي في قنوات اجنبيه اي معناها تعدي تفرج عليه في قناه كيما قاعدين توا نتفرجوا على الفريق والاتحاد المصري في قناه قطريه وجاي مرحله تدويج وراهو الاشياء راهو النقل التلفزي راهو يحل برشا مشاكل يا سيدي راهو يحل برشا مشاكل حق يعني من حقوق المواطن هذه حق خلاف حق وحقوق المواطن ينقص من الضغط على الحكام وينقص من الضغط فما صوره موجوده نتاع المقابلة مش معناها تتم ترويجها هذاك علاش احنا النقل التلفزي قاعدين مش نفهمين فين مش يمشي
احنا حبشينا من الجمهور نجزنا نحن للنقل التلفزي، هذوما بديهيات نتاع الكوره، هذوما معناه اذا كان قالوا لك ليه الحلول ليه معليش حلول في حد شيء هي هو راهو ماتش الكوره، ماتش الكوره هي مانيفيستاسيون، هي راهو مهرجان، راهي حفله، راهي حفله ديفولمون تمشي تشوف انت في ماتشات في اي بطوله في العالم تشوف من الدرجه الاولى الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه تشوف الناس اللي جايه تتفرج والنظام في كيف مش تعمل في كيف ماشي الحفله ماشي الحفله مش يحضروا فيها تاع فانت سمان مش يمشي يتفرج وتقول انت تو هذايا مقابله في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في اسبانيا ال11 نتاع الليل وناس مازالت قاعده في الترا والدنيا بارده والثلج وقتاش يروحوا وقتاش يخدموا كيفاش يخرجوا باش يلقاو موين ترونسبور يعني واحنا مازلنا حيرين في مقابله ماضي ساعتين في القايله وفي مش تتلعب وقداش 30% الجمهور يعني اشياء ناس شات علينا احنا كنا نقارنوا في روحنا بالغرب تولي نقارنوا في روحنا باخواتنا اشقانا العرب اللي كيفنا كيفهم يعني كي تشوف انت معناها مغاربه بريسك نفس الاوضاع حواليهم يعني مع المستوى الامكانيات لكن شوف فين كي تشوف مقابله الرجاء وداد مع تشوف الفستيفال اللي يصير في المقابله والدخلات والجمهور ولا تشوف الدربي مصر امبارح بين الاهلي والزمالك اللي انطلقنا منه في الحديث يعني ناس هربت اراده نتاع اصلاح حتى اللاعبين التوانسه اللي كانوا موجودين البارح في المقابله معناها علي معلول معناها ملاعب بكاليبر اخر معناها البارح مميز ويعمل في الفرق تقريب الجهه اللي يسرى الكل كان مسيطر عليها علي معلول وكان يعمل بها فرق والاختر الكل كان يجي من الغادي نفس الشيء حمزه المثلوثي بدرجه اقل معناها وقت اللي شارك السيف اسمه الجزيري ما كانش متميز برشا لكن ديما توانسة حاضرين في الحفله هذه ومالجري معناها الله غالب شفت حتى الاستقرار او حتى الاستقرار في الوضع العام في البلاد راه عنده شيء طبيعي راهو هيك تشوف احنا لا بنيه تحتيه لا ملاعب لا الاجواء لا نقل باش نربط بكلامك يعطيك الصحة سي عبد المجيد أنه الموضوع ذي كل واحد فيكم إن شاء الله يعطينا التعليق نتاعو اللي هي يعني ضرب من حديد خصم نقاط المحكمة الرياضية الإيطالية تصدر عقوبات رياضية على مسيرين سابقين جوفنتوس إيقاف عن النشاط الرياضي لمدة عامين لاندري أنلي رئيس السابق اللي استقال من مهامه أخيرا بعد الضغط القضائي إيقاف بعامين ونصف للمدير الرياضي السابق والحالي لتوتنهام باراتشيتشي أحكام أخرى ضد 11 مسير بالفريق مع الإشارة أن جوفنتوس يمكن يعني بإمكانه التعقيب على الحكم أمام اللجنة الأولمبية الإيطالية للتذكير فإن المحكمة بطلب من الجامعة الإيطالية لكرة القدم اتهمت مسيري اليوفي بالتلاعب وبالتدليس وذلك برفع مبالغ مبيعات انتقال اللاعبين في دافيتر محاسباتها قصد تغطية خسائر الفريق وتقديم موازنات مغلوطة للمستثمرين. شوفوا القوة لهنا في الاتحادات هذه الاتحاد الإيطالي اللي تقريبا خصم برشا نقاط كان الفريق في المركز الثالث ولا المركز 11. نبدأ بك انت سيريزا شنو تعليقك على أبرز القرارات اللي جات؟ تو قرارات كما هذه تخرج للإعلام وتخرج تو للرأي العام الكل يا أخي ما ويني ملفاتنا نحن ويني قراراتنا نحن في قضايا يعني ملفات مقدسة معناها نتاع تلاعب بمقابلات نتاع تلاعب نتاع رهان رياضي نتاع تلاعب في نتاع مسؤولين نتاع تجاوزات خطيرة على مستوى يعني التحكيم نتاع وين الملفات شبينا مرينا حتى قضية خرجت فيها حتى معناها حتى قرار خرج في حتى قضية ما فهمتش انا الدوسيات وين مخبية هذيا يعني في الرفوف محطوطك هو ضربتها الغبرة ما عناش ناس قاعدة يعني تاخذ في قرارات تحاسب على الناس اللي قاعدة تقوم بتجاوزات كما هكا يدي شوف اليوم في إيطاليا القرار هذا يعني يعطيك صورة ويعطيك يعني صورة واضحة على أن القانون يعلو ولا يعلى عليه يعني يطبق القانون وما يهمكش اليوم مهما كانت الظروف راي جوفنتوس طيحوها للرابطه الثانيه يعني عام يعني الفريق الكبير هذا اللي هز تقريبا اكثر من 13 لقب معناها واللي معناها مسيطر حتى على يعني في البطولات الاوروبيه معناها شوف الشامبيونز ليغ هز القاب في الكؤوس هززها البطولات هززها في ايطاليا اكبر اللاعبين معناها اثث بهم المنتخب الايطالي خرجوا من اليوفي اليوم علاش يعني وصلت يعني
الدوائر القضائيه معناها في 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 ايطاليا تاخذ قرارات ردعيه صارمه معنا ضد الفريق هذا، نزلته مدته تقريبا في 2013 تقريبا نزل للقسم الثاني نزلوه زاد فما شبه تاع تلاعب وكذا، واليوم يعني قرارات اخرى زاد نفس الشيء فما تلاعب فما مشاكل معناها فما تجاوزات اختيره خلات يعني اللجان هذه يعني اللي هي بالملفات الاخلاقيه سواء كانت في الرياضه او في 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 في, في المش... يعني في القطاعات كلها يعني طبق قوه القانون تاريخه معناها تاريخه هذا الطويل وعريض الجواد معناتها ما فعلوش باش باش معناتها يطبق عليه القانون معناتها بحذافير وبصرامه زي نحن زاد لهنا سي عبد المجيد شفنا ما بين يعني باش نحطوا مقابله تتلعب الاسبوع القادم فما زوز في رقبه بين قوسين كبيره رفضوا باش يلعبوا الجامعه تراجعت في القرار فما بالك انت غادي 13 نقطه 15 نقطه مهم مش فريق كبير نحن لهنا الجامعه التونسيه او الرابطه مكتب الرابطه يتراجع في 24 ساعه ويقول لك زوز فرق كبير كان جا فريق صغير يحط له المقابله وما ما يتنافسلوش شوف الفرق ما بينهم العقليه والاستراتيجيه وقوه لا ما تحكيش على الفرق المرتبه العاشره تقريبا مرتبه 11 مرتبه 12 ما تحكيش على الفرق اذا كان نحبوا نصلحوا نحن وقدنا معناتها البطوله نتاعنا بارابور البطوله نتاعهم ولا حتى البطوله العربيه البطولات العربيه اللي مسميتها احنا بطوله قاد تتسمى هويتنا احنا مش حتى ما تضحك الحقيقه بطولاتنا احنا هاني زيدنا كنت مسؤوليتي مسؤوليها معناتها بكل شيء بالبنيه التحتيه نتاعها ما عندناش بطوله معناتها تشوف انت اخي عندنا بطوله منظمه تو هيك فين تحل راديو تحل تلفزه تقامات ما نعرفوش نهار اثنين نهار ثلاثه نهار اربعه نهار جمعه نهار سبت واحنا كنا قبل نستناو فيها بطوله كل نهار حد الناس ظل هنا والناس يستنى فيها معناتها اسبوع كامل ظل يخدم مش يحب مثلا يمشي لحد الرياضي فالحد الرياضي نتاع لحد الرياضي في القناه الوطنيه كان نخرجوا نعملوا معنا ناس ونعملوا روبورتاج صغير عندكش فكره على المقابلات وقتاش تتلعب على البطوله ما يعرفوش الناس كل ما تعرفش سيب الناس كل سلمت صدقني شكون الاول شكون الثاني شكون في المرتبه الرابعه على شكون في المرتبه الاخيره اليوم معناها الرياضه في تونس ضاعت وتهمشت فهمني ومش نفهمين كيفاش تشوف سيريدا تشوف في كرة اليد منتخب الوطني كرة اليد اللي كنا نراهنوا عليه باش يمشي للعالميه وصل لعمل معناه دخل الكاريداس عمل نصف نهائي كاس عالم رابع عالميا معناه ولينا معناه وصل رابع عالميا معناه وصلنا نخسروا معناها قدام فريق بلجيكي يشارك لي أول مرة في تاريخه معناها ما كان المشاركة فيها وما كان روسيا قالوا روسيا معناها فيها حرب عيطوا يجي عوض روسيا بلجيكا لي أول مرة ويعمل أول فوز في تاريخ بلجيكا في نهائيات كاس عالم كانت ضد المنتخب التونسي منتخب بحريني إطارات تونسية مشاو قرروهم الهوند كيفاش تلعب اليوم المنتخب البحريني أصبحنا معناها نعملوا في تعادل بجه معناها بمعناها المشاركه نتاعنا هذايا نحكي على المستوى الرياضي بصفه عامه مازلنا باش نشوفوا ساعه نشوفوا تبعات الراحه هذه الكبيره هذه كل على المشاركه نتاع النوادي التونسيه نتاعنا الترجي التونسي والاتحاد المستيري في كؤوس الافريقيه كاس رابطه الابطال الافريقيه اللي مش تبدا تقريبا في بدايه شهر فيفري 6 ولا 7 فيفري شكرا كنا نحكيوا على الدرب المصري نحن تو كنا نحكيوا على الدرب المصري في معناتها في كره القدم شوف تو المنتخب المصري في كره اليد شنو كيفاش شنو عامله المنتخبات في العالم انت مرشح بارز باش يكون معليش على البوديوم البوديوم مش يطلع على البوديوم ماهوش معناتها شوف برافو ليهم يا خويا صحه ليهم كي تبقوا تستخدم تستخدم ثم قوه القانون ثم عجزنا الناس عجز مش لاقين شنو هو الحل شنو الحل باش يطبق القانون في البلاد مش فاهمين نحن تو وين القضايا اللي شفناها نتاع الانديه وتلاعب وشفنا حتى في بلاتوات معناها يعني حكام يعترفوا بوجود رئيس جمعيه جاء اعترف قال على يدي انا شريت 12 ولا 13 ماتش نتاع تحت سبيت لو بعد علاش ما شدوهمش معناتها بتسجيلات صوتيه وعند القضاء وما نعرفش شنو اخذ شوف حتى مشاركتنا احنا روحنا من كوب دو موند
ولا قرارات الناس كل فاش كنت كانت تستنى فما مصالح استنى معناتها على اساس تغيير مدرب ما نعرفش ني معناتها قرارات فساد وهاني فساد ثم معناتها احنا نحكي على احنا كي روحنا من قطر على اساس الناس كل جمهور كامل معناتها على اساس كان ينتظر ربما ناس حطت معناتها فور بوسيبل 80% ولا 90% رئيس الجامعه باش ينسحب والمكتب الجامعي باش يتحل وما نعرفش ني وكذا نشوف اخر قرارات تثبيت المدرب انا شوف معناتها ما عنديش حتى مشكل مع اما تثبيت المدرب الوطني واسمه رفع العقوبات الماليه وما نعرفش ني نتاع جوهريت وبوس خوكم وما نعرفش ني نرجعوا نلعبوا البطوله هيا ونحاولوا نعاودوا منتخب الوطني منتخب الوطني نتاع اقل من 23 سنه مو انسحب من كاس افريقيا شنو هي القرارات اللي صارت شي. بس سامحني شنو المنتخب الوطني اقل من 23 سنه كره قدم اللي يشرف عليه ميركا زاك ايه شنو القرارات اللي صارت بعدها تثبيت مش تثبيت مهر الكنزاري القرار هذاك القرار يعني هو ليه تكوين مدربين الشباب ومعناها وقع ترقيته هو 16 سنة في المنتخب ما يتنحش هو إن شاء الله الموضوع هذا الملف هذا إن شاء الله نتناولوه في حصص قادمة بما أنه مش نفسح المجال زملائنا قسم الأخبار موجز الأربعة مطلع شيء ما زلنا مواصلين باعتبار جزء ثاني باش نحكيه على بطولة العالم كرة اليد المقابلة الترتيبية باش يكون زميلنا منير موجود معنا عبر الهاتف الزوابي وكذلك باش نختموا بجزء أخير على سبيسيال تنس ومهر بوغنيمي مدرب كرة المضرب باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف نخرجوا مع